تحيات الوليدات، صباح الخير، كيف درتوا؟ لاباس عليكم، لان الشهر قريب قريب غادي نديروا الشباكيه ديال الاقوام اللي كانوا كيديروها اهلنا بزاف، وفي مدينه فاس معروفه هاد الشباكيه، الشباكيه ديال الاقوام. عندي كيلو ديال الفورس، عندي كاس ونص ديال الجلجلان، هنايا عندي كميه شي شويه كبيره ديال اللوز، ولكن غادي ندير غير كاس ديال اللوز. ها انتم راه عقده، ها شوفوا كي داير. وهذا النافع، وهذه حبه حلاوه، وهذه المسكه الحره، وهذه الخميره غندير منها غير شي شويه، هذه الملحه، القرفه، صفر ديال البيض، معلقات، جوج معلقات حتى ثلاثه ديال المعلقات ديال الخل، الزعفران الحر، ستة ديال الغرام من خميرة الحلويات، القرفة، الزهر، زيت زيتون، هذه زبدة البقر مذوبة ومحيد منها اللبن. على بسم الله توكلنا على الله. بسم الله غادي نبداو بالنواشف، هما الاولين. غادي نجيبو الطحين، الطحين عندي مغربل، كلشي مقاد مصوب. بسم الله غادي ندير، هذا جلجلان. ها انتوما بسم الله، غنحيد هذا الغطار لهيه. غادي ندير اللوز، ها انتوما بسم الله، توكلنا على الرحمن الرحيم. غادي نديرو هنا واحد الكرينه ولا تقيبه فاش نديرو فيها. غندير معلقه صغيره ديال القرفة، غادي ندير معلقه تال جوج معالق ونص ديال النافع ديال حبه حلاوه، غندير الكميه كلها اللي عندي. المسكه الحره حتى هي، غنبقاو غنخلطوا النواشف. شوفوا البنات والوليدات، تيدخل فيهم كلشي ويتجانسوا مع بعضياتهم. انا ما عنديش القصعه، وراه كندير في غطار كبير حتى ما كيبقاش الطحين غير بوحده، كلشي كيتجانس مع بعضياته، العطور المنسمه كلها دخلت لبعضياتها، والملحه نسيتها حتى هي. غادي نديرو طريقه البنيه ديال وليداتها حنا، صافي غندخلوها مع بعضياتها جنس. ها انتم البنيات الوليدات، احنا سالين. ودابا البنيات الوليدات غنزيدو هاد نص كاس ديال الزيت، هو ها انتم احنا درناه، ومن بعد نديرو له هكا، ومن بعد هاد الزبده، هادي الزبده ديال البقر. شوفوا البنيات الوليدات، وغنبداو نخلطو. بسم الله، هما البنيات الوليدات، حيت دخلنا داك المواد المنسمه، اللوز وكلشي دخلناه، والجلجلان والنافع وكلشي. الجلجلان هو السمسم، وغادي نديرو حفيره في الوسط، وغادي نشدو هاد البيضه، وغادي نديرو عليها 6 ديال الغرام. عينك في ميزانك، هانتي شوفوا 6 ديال الغرام ديال الخميره، وتحركيها باش كتجانس معها نتوما البنيات الوليدات، وزيدي عليها شي شويه ديال الخل ها نتوما باش كتولي تنفخ. شوفوا البنيات الوليدات، كدير الرغوه، شتوها كتولي عباره على كشكوشه، ونزيدوها هنا. من بعد نديرو شي شويه د الخميره، ها انتم
شي شويه صافي، ونزيدوا عليها شويه د الماء د الزهر، ونحركوا البنات الوليدات. ها هي وانتهى الشيء، وغادي نبداو نديرو هكا البنيات الوليدات اللي كشي، لان كيخصها يطلع شويه قاصحه، وعندنا المدافي، ولكن غنديرو اس غنديرو غير الزهر. ها انتم البنيات الوليدات، وغنديرو الزعفران الحر. ها انتم شفتو، بسم الله. ها انتم البنيات الوليدات، كاين اللي كيبغي يدير اللوز بالقشور ديالو بامكانه، انا ما كيعجبنيش لانها رخصه جهد. غنزيد لها شي شويه ديال الزهر. ها انتم البنيات الوليدات، عطيوها للرجاله ديالكم يدلكوها لكم الا ما عندكمش العجان، ولكن الحمد لله راه كلشي ولا عنده العجانه. البنيات الوليدات شوفوها كي دايره، ها انا غندخل شويه بشويه، لان ما يمكنش لان الكميه شي شويه كبيره، ندخلو هانتوما عشا ومدلوكا مزيان وكلشي. هي خصك تجمعيها وكلشي بيدك باش يدخلوا لها المواد والعطور المنسمه وكلشي، تجانس مع الطحين وكلشي باليد، ومن بعد عليك بالعجانه راحت البال. احنا غادي نوريكم هانتوما البنيات، فرقتهم كرويات وبسطتهم البسيط وطويتهم بحال المسمن على 5 ولا 6 ديال الفريقات، وهنا غنخدم في كل فريقه بوحده. غادي ندير مثلا هكا، وغادي نخدم غير هاد الطريف غير هذا بشويه بشويه عليا، لان غيدي بوحديتي. غادي نطلقو، وانا كنت شريت الماكينه وما عجبنيش نخدم بيها، ولا ما عرفتلهاش، ولا الله اعلم. هانتوما البنيات الوليدات، شوف راه كتولي رقيقه. هانتوما البنيات الوليدات، ها هي رقيقه، ها هما. انا ما كنبغيهمش كبار بزاف، لان كيعجبني اللي خدا وحده ما يبقاش يقسم ولا شي حاجه. هانتوما هانتوما البنيات، هذا حيت مخرمج غنحيد له هكا. غادي ندير واحد جوج ثلاثه اربعه، هي ثلاثه ساهله، ولكن انا غنوريكم حتى بهاد ربعه ما كاينش مشكل. ها نتوما شوفوا، انا راه ماشي اخت سبيسياليست الطوير، راه شي مره غير كنخربق، ولكن المهم كنقول انا صوبتها، انا ما كيهمنيش كيفاش غادي تجي، انا كيهمني النظافه اللي فيها. ها نتوما البنيات الوليدات، ها هي الكرينات نحيدو منها وكتبقى مزيونه، شتو ما كيهمش ما كيهمش شحال من خط، غير اللي باغي يبقى يصدع مخو. غنشد هذا، ها نتوما غنشد هذا البنيات الوليدات مع هذا، ونرجع لحالتي الاولى. ها نتوما باش كتجي هذيك الوسيطه كي الوريطيه، ورد هذا واحد هنا وواحد يرجع حتى هو حدا خوتو هنا. تقادوا، راه انا غير كنقاد حتى انا. ها نتوما البنيات الوليدات تقادوا، شوفوا اليدين راه عياو، هذا راه في المراحل الاخرى عاد درت معاكم، حتى درت بزاف وعاد درت معاكم هذا الشيء، ولات عندي تجربه. ها نتوما البنيات الوليدات، شوفوا شوفوا، واحد جوج ثلاثه اربعه، ياكو ها نتوما طويوها. منين طويوها ديروا هكا هذا لصقوه مع هذا، ورجعوا قلبوا. هي راه كتقلب في اليد، ولكن اللي ما كيعرفش في اليد يقلب هكا.
ها انتما البنيات الوليدات وبسم الله شتيها ها هي غزاله. البنيات الوليدات الزيت سخنته ولكن على 6 راه طايب انتما غتشوفوا فيه ما تجهدوش بزاف باش طيب على الماء ما تكونش خضره من الداخل. ها انتما البنيات الوليدات ها انتما البنيات الوليدات راه انا كنقول لكم مثلا شي واحد عنده بحال هكا زيت قليل وما انا راني قليت في الزيت بزاف يبقى يدير ها يهز الزيت ويرمي عليها هكا باش هي كتفكع وكتولي هكا بحال الشهيده. ها انتما البنيات الوليدات ها 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 هي صغيره حطيتها ها انت ملي كتخوي عليها الزيت كتولي ولكن انا راني قليت الشيء الاول كله راني قليته في سميتو غير الاصفر بالبيض ماشي ما كديرش الكشكوشه بزاف وعلمها الطيب علمها باش طيب مزيان. انا كنقولها للاخوات هما المغربيات راه كلشي كيعرف كنقولها للاخوات ديالنا العربيات كيفاش بامكانهم يديروها. ها انت هذه الكميه ديري يمكن لك ديري غير 250 غرام ديال الدقيق هانتوما كي كتشوفوا الزيت راه علين من فوقها ولكن انا كنزيدها باش تنفخ لان هذه الكميه الاخيره ما بغيتش نزيد لها زيت لان هذا الزيت كله غنرميه ما بغيتش نزيد لها زيت اخر. وكل ما كان البنيات الوليدات بالمهل ما كتحرقش وكطيب مزيونه وما تبقى لكمش خضره بلا تديروا لها العسل وتجي ملبزه ملبزه هي كنعني رطبه وتولي قبيحه بحال الخبز. وهكا البنيات الوليدات هذه كتسخن من فوق النار على نار او هي طافيه على نار هاديه كتكون مثلا جوج ولا ثلاثه ومخلط بالزهر هذا العسل وبقيت كنسخنو حتى مشى البخار ديال الزهر. شوفوا البنيات الوليدات دابا نوريها لكم كي مبوقه من الداخل فيها فقاعات. وهذه هي المرحلة الأخيرة للشباكية ديالنا المغربية. الخواتنا العربيات سهلنا لكم بسطنا لكم المانير ولا الكيفية كيفاش ديروها وما تنسوناش من لايك وسبسكرايب وشير والملاحظات ديالكم قولوها لنا باش يعجبنا الحال لاحظوا علينا قبيح ولا مزيان حنا متقبلين كل شيء. باي باي عليكم البنات الى اللقاء شهر مبارك يا الله بالصحه والعافيه ويزع علينا البلاء. وانتم البنيات الوليدات شوفوا كي مجعبه وغزاله وهشيشه رطبه 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 كتفتت بالصحه والراحه ويدخل عليكم الشهر المبارك انتم ووليداتكم والعائلات ديالكم بالخير يا الله يا كريم.